السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 343 يعطيكم العافية. الآن مع فيديو جديد رقم 17 بعنوان Perfect Numbers. بداية نتذكر number n, natural number n is perfect if and only if sigma n equals to n. If 2 power k minus 1 is a prime, فالمقدار هذا 2 power k minus 1 مضروب في 2 power k minus 1 is perfect. فنتذكر هون انه هون بيعطيني حالات يكون فيها العدد perfect وانه 2 قوة k minus 1 is a prime. احنا بنعرف سابقا انه اذا كان k is composite ف 2 قوة k minus 1 is composite. فانت اذا تجرب بتجرب انه يكون k prime اصلا. البرهان نأخذ let n تساوي المقدار 2 power k minus 1 مضروب 2 power k minus 1، فبنا نثبت انه sigma n تساوي 2 n. هلا الجي سي دي بين 2 قوة k minus 1 وال 2 k ناقص 1 تساوي 1. حقيقة اذا كان في عندي دي بتقسم 2 قوة k ناقص 1 وبتقسم 2 قوة k ناقص 1، هلا بما انه دي تقسم 2 قوة k ناقص 1 فتقسم في مضاعفات، يعني تقسم 2 في 2 قوى k ناقص 1، معناها دي تقسم 2 قوى k، فصار دي تقسم 2 قوى k، دي تقسم 2 قوى k ناقص 1، لأن دي تقسم حاصل طرحهم، معناها دي تقسم 1، معناها دي تساوي 1. لذلك الآن أصبح إنه السيجما n تساوي سيجما حاصل ضرب عددين، بما إنهم ريلاتيفلي برايم، والسيجما از ملتيبليكاتيف بناء على فيديو 18، فهذا يساوي سيجما 2k ناقص 1 في سيجما 2k ماينس 1، وهذا يساوي 2 قوة k ماينس 1 على 2 ناقص 1 على 2 قوة برايم. هلا 2 قوة k ناقص 1 هذا العدد برايم، والسيجما البرايم هو 1 زائد البرايم نفسه، فهون بصير سيجما 2 قوة k ناقص 1 هي 1 زائد 2 قوة k ناقص 1، ناقص 1 مع 1 بتروح، فهون 2 قوة k ناقص 1 على 2 ناقص 1 1، 2 قوة k ناقص 1 في 2 قوة k. هذا المقدار هو عبارة عن 2 في 2 قوة k ماينس 1 في 2 قوة k ناقص 1 وتساوي 2. Okay. مثل ما حكينا الآن لما نختار الأعداد اللي يكون فيها perfect ونطبق فيها النظرية، نختار الأعداد اللي يكون k أصلاً prime وتجرب هل 2 قوة k ماينس 1 prime، لأنه إذا كان k is composite ما بيكون هذا صحيح. نأخذ مثال k تساوي 3، إذا حسبت 2 قوة k ناقص 1 راح يكون 7 وال7 برايم، إذا بنقدر نطبق النظرية. لما تطبق النظرية بالحسابات بيطلع معك 28 is perfect. أيضا طبق k تساوي 5 راح يطلع معك 31، 31 برايم. فبناء على ذلك بيطلع العدد 16 في 31 هي 496 هي is perfect number. وال7 أيضا بيزبط، لكن 11 لا. 11 لما تضبط 2 قوة 11 ناقص 1 ما حيكون برايم. اوكي، طبعا اذا كان 2 قوة k ماينس 1 برايم هذا بنسميه ميرسن برايم. نتكلم عنه قبل قليل كمان شوي. if n is an even perfect number فالn لازم يكون شكله 2 قوة p ناقص 1 في 2 قوة p ناقص 1 for some prime p and 2 قوة p ناقص 1. يعني هون النظرية بتعطيك كلها عكس حتى في الeven perfect number. النظرية اللي قبلها إذا كان هيك فبكون perfect. هلا إذا كان even perfect number بيكون شكله هيك. لذلك في even perfect number صار عندي characterization كامل شامل لمتى بيكون perfect. An integer n is perfect if and only if n can be written in this form for some m greater than equals 0 and 2 power m minus 1 is a prime. طبعا تلقائيا هون الm راح تكون prime بناء على النظرية اللي نعرفها سابقا. إن إذا كان M is composite فـ 2 قوة M ناقص 1 is composite. طبعاً بالنسبة للأود perfect numbers no one knows if there are odd perfect numbers. But in 2012 it was announced that it must be greater than 10 power 1500. يعني إذا موجود بده يكون أكبر من هيك. بس حتى هذه اللحظة ما نعرف هل موجود ولا لا. البرايمز اللي على شكل M sub P 2 قوة P ناقص 1 بنسميهم ميرسن برايمز. فمثال على ذلك M7
هي ميرسن برايم. لكن ام 11 ل 2 قوى 47 2000 قوى 47 2047 في 23 89 هاي مش برايم، هاي مش ميرسن. اوكي لذلك اذا كان كي از كومبوزيت 2 كي ماينس 1 از كومبوزيت. العكس بالصحيح لانه هذا مقدار عندي 11 2 قوى كي ماينس 1 هي كومبوزيت لكن الكي نفسها 11 برايم. Amicable numbers, we say that M and N are amicables. إذا كان الشرط تحقق إنه سيجما M تساوي سيجما N وبنفس الوقت تساوي N زائد M. مثال على amicable pair اللي هو L و 1184 و1210. إذا حسبت السيجما 1184 بالطريقة اللي تعرفها حيكون معك الناتج 2394. تحسب سيجما 1210 كمان راح يطلع معك 2394. تحسب 1184 زائد 1210 بيطلع معك 2394. فمعناته 1184 و1212 1210 بنسميها amicable pairs. او الزوج المرتب 1184 و1218 is amicable pair. يعني اخر شيء an integer n positive integer is abundant if sigma n greater than 2n, deficient if sigma n less than 2n. فلاحظ انه كل integer بالدنيا يا abundant يا deficient يا perfect. انه sigma n تساوي 2n هي perfect, sigma n اكبر من 2n abundant, sigma n less than 2n deficient. طبعا في ايضا صفه اخرى integer triangular, إذا بنقدر نكتب على شكل M في M plus 1 على 2 for some integer M. يعني integer في integer زائد 1 على 2. لذلك إذا 12 حسبتها راح تكون abundant. وهذا حسبناه في الفيديو السابق. إنه سيجما 12 كان 28. ف 28 أكبر من 2 في 12 اللي هي 24. abundant. احسب 14 بتكون deficient. أيضا من النظرية للكاركترايزيشن حكيناها انه كل even perfect integer راح يكون triangular. سهل لان كل even perfect integer هو عبارة عن 2 قوى p ناقص 1 في 2 قوى p ناقص 1. على 2 قوى p ناقص 1 نزل الاس 2 قوى ناقص 1 تحت. فبصير 2 قوى p في 2 قوى p ناقص 1 على 2. فخذ الام تساوي 2 قوى p ناقص 1. الام زائد 1 راح يكون 2 قوى p. هذا ما لدينا هذا اليوم. يعطيكم العافية. لقاءنا غد مع فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.